الاستاذ عبد الستار بن موسى، ما حتى لتوا شكون تحملوا المسؤوليه للي الحوار مش قاعد يمشي بالنسق اللي نتوما يعني حطيتوه في الخارطه؟ يعني لينا اسابيع ملي تم الامضاء على الخارطه بعد تعليق الحوار، منين جاي الاشكال اساسا؟ والله الاشكال هي عدم ثقه الاحزاب في بعض. احنا حبينا نقربوا، لان مش علاش المنظمات الراعيه الحوار هي اللي ادارت هذا الحوار، هي تجربه فريده من نوعها، موجوده مره فقط في امريكا اللاتينيه، التجربه الثانيه هذه. يعني لما تفشل الاحزاب، معقول هو الاحزاب تتفق مع هو اللي كان جات الدنيا بعد الانتخابات 23 اكتوبر، راهي وقعت حكومه وطنيه وحده وطنيه في الفتره هذيك، وراهو يعني ما فماش معارضه واغلبيه. هذا كان المشكل بدا من وقتها به، الثقه بدات تتزعزع، ورينا في البلاتوات، ورينا اشكال معناها وطرق نتاع سب ونتاع تخوين وما الى ذلك. فشلت فتره من فترات بعد المشاكل اللي وقعت، الاحزاب لم تستطع ان تتوافق معها، ثقه منعدمه. هذا هو السبب الاساسي. بطبيعه احنا ما نحبوش الان يعني قبل الاوان، نتمنى ينجح، لان ما نجمو نحكوا عن حمل المسؤوليه الا بعد، ولكن في اعتقادي هذا الاسبوع وفي بدايته نقول لابد ان نصل الى الحوار، اما ياخذ معناه ونتمنى ينجح، والا وقتها نقول. وهذا مربوط باسم رئيس الحكومه أكيد. المقبله، مثلا السيد احمد نجيب الشابي صرح حسين عباسي من خلال المشاورات اللي تم اجراءها مع الاحزاب السياسيه ومختلف الشخصيات الوطنيه، اصبح بامكانه ايجاد الشخصيه التوافقيه لتولي منصب رئيس الحكومه التي ترضي المعارضه وحركتنا. هو راهو كي نرجعوا ثاني شويه، احنا راهو ثم شخصيه وقعت توافق عليه. انا ما نحبش نذكر الاسماء الان، لانه احنا وقت اللي يعطونا احنا باش نقترح وقتها. هناك شخصيه وقتها وقعت توافق عليها تقريبا من كل الاحزاب، واثيرت مشكله ثانويه انه رئاسه معطله، ولكن اتضح مش صحيح. وحتى في الشخصيات المقترحه يعني الموجودين في 18 ثم شخصيات يمكن التوافق عليها. في اعتقادي التوافق مش الاجماع، نجموا نتوافقوا، فما عديد، فما شباب، فما ناس، فما شخصيات عديده، وخاصه كما قلت لك ثم شخصيه معروفه بكفاءتها وقعت توافق عليها. ما نحبش نعمل بيبليسيتي، اما يعني ثم حتى صغار شبان ثم في التشكيله في المقترحين ينجموا يقوموا بجنب. المشكل راهو في الشخصيه هذه، في اعتقادي الشخصية هذه يلزم تكون شخصية محايدة مستقلة، شخصية قوية، لأن مش تحمل مسؤولية عظيمة جسيمة، ويعطي الصحة اللي مش يقبل خطر، مش سهل. يعني مشكلة التعيينات هي الأساس، وهي من المشاكل الأساسية في خريطة الطريق. التعيينات يلزم رئيس الحكومة المقبل وتكون عنده القدرة وتكون عنده الشجاعة والجرأة الشجاعة والجرأة باش التعيينات تتشاف كلها. كل التعيينات اللي كانت لاسباب حزبيه او شخصيه او ما فيهاش كفاءه، يعني مش حزبيه، أما يعني اللي هو مجرد ولاءات والا لمجرد نظر على الانتخابات، لا، هذه كلها يلزم اقع الرجوع فيها، سواء كان في اطار الولايات او ما معناها موظفين سامين وما الى ذلك. يلزم يكون عنده شخصيه باش يشوف طابلو دو بور قدامه، وباستعانه وزراء ايضا عندهم قوه مستقليه وعندهم شجاعه، ويمكن عند هذا ان سر نجاح رئيس الحكومه المقبل هذا، لانه الاقتصاد وكل، لانه هو برك توافق على رئيس الحكومه الاقتصاد ينتعش. هو برك مؤشر، يعني مؤشر ايجابي، اكيد مؤشر ايجابي. وبالتالي في اعتقادي مواصفات رئيس الحكومه الكفاءه والاستقلاليه والجراه، هذا سهلين، موجودين في عديد المترشحين وفي عديد من رشحتهم الاحزاب.